قواتكم المسلحة الباسلة وجناحها في القوات الجوية العربية الليبية بدك أوكار الإرهاب في منطقة غرب سرت بحوالي 135 كيلومتر وشرق مدينة مصراتة بحوالي 75 كيلومتر في جنوب منطقة أسدل. استهدفنا في ثلاث غارات متتالية، استهدفنا فيها مجموعة من الأهداف. في المجموعة الأولى استهدفنا مزرعة كانت بها حوالي 30 آلية مسلحة تابعة لجماعات إرهابية. في الهدف الثاني استهدفنا مباني إدارية كانت فيها حوالي من 12 إلى 15 آلية مسلحة. المجموعة الثالثة مجموعة آليات منتشرة في الصحراء معها مجموعات من المقاتلين تم استهدافها بغارة جوية.